أهلا الإخوان، رمضان كريم و نتمنى ندوزوه طوب بمشاعر زوينة وتفائلوا بالمستقبل يكون واعر وفطروا بالساتيسفاكشن. الساتيسفاكشن عامرة بالبروتينات الفكرية. أجي نهضروا على أحسن وقت علميا، عندوي علميا أحسن وقت للقراية في رمضان، وهو أحسن وقت ماشي غير في رمضان، هو أحسن وقت في جميع الأوقات جميع المناسبات، ورمضان داخل مع هاد المناسبات وهاد الأوقات. وارتاح دابا وسمعني مزيان الصاد ولا الصادة. علميا العقل باش يخدم خاصو الطاقة وخاصو الصباح. علاش الطاقة؟ حيت الدماغ كي ياخد نسبة كبيرة من الطاقة ديال الإنسان، كتوصل تل 25% 50%. عندك تنسى راه الدماغ تحتاج واحد الطاقة كبيرة، راه غير ما كنحسوش به، هو راه شي ياخد من الإنسان واحد الطاقة كبيرة. ثاني حاجة، أولا بعد الطاقة هي الماكلة والماء. الماكلة البروتين، كالسيوم، سكر طبيعي، واي ماكله راه الماكله فيها الطاقه. سمعتيني، خاصك طاقه اللي هي الماكله، والماء اللي هو مهم حتى هو. ندوزو للثانيه، الصباح. علاش الصباح؟ حيت الانسان علميا فاش كيفيق كتكون فيه طاقه اكثر من اي وقت. الصباح هو افضل فتره للخدمه والدراسه ولاي حاجه. علاش؟ حيت كيكون عامر فيك الاتيبي، داكشي علاش هو افضل وقت. الفهم، الحفاظه، الذاكره، الخدمه، اي مجهود ذهني، هادشي علميا هو افضل وقت هو الصباح. فهمتي؟ الصباح هو افضل وقت. غنخدموا المعطف في هذه المساله ديال رمضان. شنو هو اللي تيجمع ما بين افضل وقت باش تجيري هذه المعطيات العلميه اللي عندك؟ شنو هو افضل وقت؟ افضل وقت هو مور السحور. علاش؟ حيت مور السحور كتكون ديجا انت نعستي وفقتي وحققتي الاولى اللي هي الصباح. والسحور النيت راه هو فين كتقصي، فين كتخشي الطاقه وكتحقق الثانيه. هذه هي اللعبه، وهذه هي الوقيته المناسبه اللي تنقول لك. سمعتي؟ واي حاجه اخرى غلط، اي حاجه اخرى، هذه هي الوقيته الصحيحه بوان فينال. مور السحور هنا البيولوجيا اللي قريتي ليها الحساب، حيت البيولوجيا هي اللي غتعاونك في اي هدف، ماشي غير هذا، ماشي غير الدراسه، في اي هدف. هذا هو السر. الصباح هو احسن وقت تدير فيه مجهود ذهني و تكون خديتي الطاقه من السحور النيت. اذا مور السحور هو افضل وقت انك تخدم فيه في رمضان. هذا هو اللي بغيت نقول في هذا الفيديو هذا، وهذه معطيات علمية وهكا يمكن لك تجيريها بطريقة زوينة. وكنتمنى رمضان زوين، واللي عجبو الفيديو يدير ابوني ويجمجمو. وشكرا على المشاهدة، وإلى اللقاء. Peace.